أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل قولنا أنه ليس لخدمة البيت الحرام والحجاج فضل على الناس، وأنه ليس لهم إلا ما عملهم إلا عملهم، هل هذا القول على إطلاقه؟ نعم، إذا اللي يفتخر بهذا هذا لا يجوز الافتخار به والاستكبار به على الناس، إنما مسألة أنهم يخدمون البيت هذا حسب نياتهم. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا نووا خدمة البيت طاعة الله واغتنام الأجر فلهم نيتهم الصالحة، ولكن لا يفتخرون بهذا، لا يفتخرون بهذا. أما إذا عملوا هذا العمل بدون نية فليس لهم أجر. نعم، إنما الأعمال بالنيات. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.